مرحبا، يعطيكم الف عافيه جميعا متابعينا الكرام. معكم مره ثانيه انا كوتش انس قريني. رح نعمل اليوم مجموعه تمرينات عضلات البطن وتمارين المعده. اول تمرين رح يكون، بس شباب يطلعوا علي ما تشتغلوا، اول تمرين رح يكون في سيت ابس سنجل ليجز، مره يمين مره شمال، رح يكون 20 تكرار. ثاني تمرين رح يكون راشن تويست سايد تو سايد. ثالث تمرين رح يكون عندنا ليج ريسز، ايديك التنتين تحت الحوض، رجلك ستريت اب داون. اوكي، مع بعض، استعد، ريدي، جو. اب 1 2، الكل بيشتغل مع العد معي، 3 4 5 6 7 8 9 10. مرة ثانية، 1 2 3 4 5 5 more 4 3 2 last one stop. مع بعض نطلع incline، ميل لورا شوية صغيرة، side to side go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ستوب. ليج ريسز، ايديك التنتين تحت الحوض، مد رجليك ستريت، مع بعض، اب جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ستوب. ريست، نرتاح 20 ثانية، تكونوا جاهزين عشان نعمل مع بعض الجولة الثانية، نعيد نفس الجولة، اوكي؟ مين جاهز؟ مع بعض، ريدي، جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 up 4 5 5 more 4 3 2 last one stop up. جميع استعد، مع بعض، ready go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ستوب. آخر جولة، آخر تمرين، مد رجلك ستريت، مع بعض، جو 1 2 3 4 5 5 more 4 3 2 last one stop. ريست، افتح الجميع 20 ثانية، نسوي بعديها تمرين ماونتن كلايم. برافو، جاهز وسيم؟ مع بعض، switch ready go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 stop. مع بعض، نرتاح، مد ايديك قدام، كاتي بوزيشن، نرتاح شوي. اب، نعيدها مرة ثانية، آخر ست، ريدي، جو 1 2 3 4 اب كوتش جود 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ستوب. يعطيكم ألف عافية جميعاً. وإحنا هيك بنقدر نحكي أنهينا تمارين المعدة وحرق الدهون.